بس يخلونا نروح ناخذ الجرعه ونرجع. يعني ما بدهم يستقبلوا مثلا هالناس، بالقليل يوفروا لهم لعلاجهم في بلادهم. والله العظيم ما بتمنى الموت، ما بجد، والالم اللي عم بلاقيه يعني لما بتشوف هيك طفل انه عم يموت وما عم تحسن انت تساوي له شيء. عندي ارض بيعه ولا عندي دكان بيعه، عنا دار مسؤولين فيها، يحرم علينا اذا عنا غيره. قد ما حكينا وشو ما حكينا عن معاناة مرضى السرطان بإدلب، ما رح نقدر ننقل ولو جزء بسيط من معاناتهم وأوجاعهم. اللي بيعيش الوجع يا جماعة وبيشوفه غير اللي بيسمع عنه من بعيد. بمركز سامز هون بإدلب عم يتم تشخيص ومعالجة أعداد من مرضى السرطان، بس مع الأسف الأعداد الكبيرة والحاجة أكبر بكتير من الإمكانيات. في بإدلب أكثر من 3100 مريض سرطان، منهم 608 مرضى بحاجة عاجلة للدخول لتركيا لتلقي العلاج، إذا ما دخلوا مع الأسف رح يفارقوا الحياة. عليك العافية عمي. أمين، الله يعافي قلبك يا رب. الله يشافيك ويعافيك إن شاء الله. الله يعافي قلبك، الله لا يضركم. أنا شو شخصوا لك عمي؟ أنا ما وصلت لهون وحطوا لي الجرعات إلا كنت حاطط الفوقي والتحتي، لأن عملت عملية صدر مفتوح من هون مشان أخذوا قزعة، من هون ما قدروا ياخذوا. عملنا 4 جرعات ورحنا صورنا طبقي محوري ثاني مرة وكله بمصرات برا، طلعت النتيجة طابقوا التصريح الأولي مع هذا. قال الدكتور أيهم بدك جرعات مناعية، كل جرعة هاي غالي كتير، بقوله كل جرعة 2400. بقوله هاي المناعي غالي كتير. طيب منيح، لا عندي أرض بيعة ولا عندي دكان بيعة، عنا دار مسؤولين فيها، يحرم علينا إذا عنا غيره من بيعها، لو معناها ما بتوفي. وبالنسبة للتركية ما بيخلوا حدا يدخل، ولو خلوا حدا يدخل أنا بحاجة واحد يوقف معي، يعني واقف بحتاج بالليل لسيروم وريدة، بس يخلونا نروح ناخذ الجرعة ونرجع حتى ما نحمل حاجة. يعني لا عندي قرايب ولا عندي حدا بتركيا، بتمنى انه يفرج عن هالقلق. وهاي الجرعة المناعية، طيب حولوها لهون يا اخي. كم جرعة عندك عمي؟ عندي 4 جرع مناعيات. اللي بدك تاخذهم ولازم تاخذهم. لازم اخذهم، انا فوضت امري الى الله، ما سلم ونعم بالله ونعم بالله. ما لي قدره لك يا اخوي، ما لي قدره. ومثل يوم ثالث مثل ما حكيت جنابك، 3100 اصابه سرطان. انا اكلت عمري 73 سنه، بس العالم هالاطفال فيهم لسه، والله ما نسي لحالي. الله ياخذها على الايمان بجار حبيبي. الله يطول بعمرك يا عمي. بس انه برغم وجعك وحالتك وعم تحكي لي قديش معاناه، عم تفكر لسه بغيرك؟ انا طيب، يعني ما لنا اسلام، نحن ما لنا اسلام، يعني لا يؤمن المرء حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. انا اخذت عمري 73 سنه. والله العظيم عم بتمنى الموت، ما بجد، والألم اللي عم بلاقيه يعني، قول يا رب سلمت الأمر، بستغفر الله أيام، قول يا رب شغلتك أنا بدي. بس في وقت اللي عم بطلع لبرا بشوف الأطفال، بشوف هالشباب، بشوف هالنساء، والله قلبي بيجعني عليهم. ما لنا إسلام نحن. سلامة قلبك يا عمي، وإن شاء الله رسالتك توصل إنه ما لنا إسلام حتى تفتحوا لنا الحدود، أمنوا لنا الجرعات، أمنوا لنا المواد. طيب منيح نحن هون بإدلب، الله يجزيهم الخير، في ناس على الكراسي شايف. أنا عم بجي الساعة 7:30 ببرك على الباب مشان أمن تشطيحة على التخت، ما بضل ببرك أنا بداري، ما بضل ببرك على الكرسي. بس حولوا لنا جرعة لهون يا أخي، إذا فيهم خير وهيكلين هم الخلق، ياخذوا هالأسماء اللي بحاجة لجرع مناعي. يا أخي لو حملونا $100 $200، واحد بيشحدهم بيجيب. إيه بس يا أخي $2000 $2400 كل جرعة. إيه ما ولو بعت الدار والله ما بضرب وفي. ما إيش بدي أقول لك، ما بعرف. فوضت أمري إلى الله بس. ونعم بالله، إن شاء الله الله بيشافيك وبيعافيك وبيطول بعمرك وتطلع منه إن شاء الله. إن شاء الله يوصل صوتنا للمسؤولين، لهالخلق، لهالعالم. هذا اللي بدنا إياه، ما لنا غاية عند حدا ولا لنا، بس بدنا الله هيك سبحانه وتعالى يعطف قلبنا علينا، على هالمريضين، ويساعدونا بهالجرعات هاي. آمين. والعمر بيد الله. إن شاء الله ربنا بيشافيك وبيعافيك وبيطول بعمرك إن شاء الله. الله يجبر خاطرك ويبارك فيك. الله يعطيك العافية.
عليكم العافية إن شاء الله. شكرا كثير لك يا عافية. الله يسلمك يا رب. شو شخصوا لك شو معي؟ هلا أنا معي سرطان ورحت على تركيا أخذت قسم من العلاج وعلى أساس إنه جيت إجازي وأرجع. هذا الحكي كان قبل الزلزال؟ أيوة قبل الزلزال، على أساس جيت إجازي وبدي أرجع وشفت صار هيك ما عاد يسمحوا. هلا نحن هون إنه بنتمنى إنه يوصل صوتنا ويعني إنه حد يحس فينا، وصل صوتنا لحد ناس يلتقب قلبه الرحمة إنه هالناس هون يعني بكفيهم اللي صار فيهم. هون الشمال ضاق كتير يعني إنه يعني على القليل يوفرونا الأجهزة، مثلا الجرعات اللي عم ياخدوها هون يعني أغلب الناس هون عم تشتريهم مشترى وأغلب الناس ما معها، يعني إنه يعني يرحموا هالناس شوي، يعني ما بدهم يستقبلوا مثلا هالناس، بالقليل يوفرولن علاجهم في بلادهم، يبعثوا لهم أجهزة الجرعات اللازم لهم ومن هالحكي هذا. شو أكتر شيء عم يلزمكن هوني؟ هلأ في كتير ناس مهتمة عم تحاول توصل صوت المرضى اللي هوني. أكتر شيء هالأجهزة مثلا لازم تصوير، في كتير أجهزة ما هي موجودة هون، مثلا جرعات، في جرعات يعني اسم كبير ما متوفر وأغلبيته كله بال2000 دولار، مثلا 1000 دولار. بده ميزانية دولة. بده كتير، يعني مستحيل إنه الفرد إنه يأمن هالمبالغ هاي، يعني من سابع المستحيل. هاي طبعا غير يعني الأدوية اللي بتنعطى وغير بعد الجرعات. أكيد طبعا طبعا. هلأ لها في إبر مثلا، في مثلا كتير أشياء يعني إنه المفروض يدعمونا، حد يحس فينا، حد بقلبه هيك رحمة بس يحس بهالناس هاي اللي عم تموت. إسا في أطفال، يعني إسا الأطفال بيوجعوا عن جد القلب أكتر وأكتر، يعني نحن الكبيرين هيك بيتحملوا وكذا، بس أما الأطفال جد يعني إنه لما بتشوف هيك طفل إنه عم يموت وما عم تحسن أنت تساوي له شيء، يعني والله العظيم هذا يعني هذا ظلم، هذا ظلم كتير لأن الشمال هون السوري. يعني على القليل يرحمونا، يوفرونا الأدوية تبعوتنا، ما بدهم يستقبلونا، لا يستقبلوا مثلا، بس على القليل يأمنوا هالعلاج للناس اللي بحاجة إله. يعني هلأ مرضى السرطان يوم على يوم بيفرق معهم كتير، يعني اليوم بيفرق معهم، يعني الواحد بيكون بشي بيصير بشي تاني، يعني بيكون بده أشياء بسيطة بعدين بتحول إنه بصير لأشياء كبيرة كتير. يعني التأخير ما له صالحنا أبدا، بقولوا سرطان لا ينتظر. طبعا طبعا أكيد شيء أكيد إنه ما لازم واحد يتأخر، يعني كمان يعني لازم عن جد يحسوا فينا. الله يكون بيعمكم يا رب، والله يشافيكم ويعافيكم يا رب، وإن شاء الله صوتكم يوصل. أنا بالنسبة إلي أنا أخذت اسم شوي من العلاج، بس أما غيري يعني في كتيرين بحاجة لجرعات، بحاجة لأشعة، والأشعة هم متوفرة طاول طاول. يعني حصراً لازم يدخلوا على تركيا. لك حصراً لازم على تركيا، أو مثلاً ما قدروا يعني يستقبلونا أو ما عم يستقبلوا حدا، تركيا أو يعني البلاد المجاورة لنا مو بس تركيا. إيه لعل وعسى إنه هالصوت أصواتنا كلها إنه توصل وحد يسمعنا، حد يلتقى بقلبه رحمة يشوف هالناس، يشوف هالكبيرين بالسن مثلا، هالأطفال الصغار اللي عم يموتوا واحد ورا واحد قدام عيون أمهم وأبوهم وما عم يقدروا يسووا لهم شيء، لا حد عم يستقبلنا ولا في دواء ولا في ما يعني هون شغلات إنه يحسنوا هالدكاترة. هون الدكاترة هون كتير كويسين وما يعني بيساعدونا، بس مو طالع كمان بإيدهم شيء، منين هن رح يجيبوا مثلا جرعات أجهزة؟ يعني أغلب ما في أجهزة ولا في عم يعملوا اللي بيطلع بإيدهم، عم يعملوا اللي بيطلع بإيدهم. شكرا كتير إلهم وما بيأثروا، والله جد ما بيأثروا طاول طاول. هلأ في دول تانية غير تركيا بقولوا لك إنه خاف إذا دخلنا هدول المرضى يكونوا قدموا لجوء عنا، انتوا فعلا اذا رحتوا وتعالجتوا باي دوله اوروبيه او عربيه؟ ما بدنا لجوء، لو بدنا لجوء كنا رحنا من قبل المرض، من قبل هالاشياء الثانيه، نحن مجرد انه بدنا انه نشفى من هالمرض هذا وبترجعوا لهون، مجرد انه تعالج لك حتى بدون ما لجوء لهون، يوفرونا يامنونا، بالعكس نحن في بلادنا افضل لنا واحسن لنا. على القليل هون ما بتترك بيتك وما بتترك اولادك، يعني هل يعني بضل في حدا يعني مثلا معلمنا؟ ولله الامر، والله يفرجها والله يشافي الجميع يا رب. امين يا رب، الله يشافيكم ويعافيكم يا رب، الله يكون بعونكم يا رب. الله عليك العافيه ان شاء الله. عليك السلام. الله يشافيك ويعافيك. الله يحفظك يا رب. شو شخص ولدك؟ والله سرطان رئوي لعنك. الله يشافيك ويعافيك يا رب. امتى اكتشفوه؟ والله مشيت 4 شهور 5 شهور. بجديد يعني؟ اي والله عم نتعالج. أخذت الجرعات؟ عم نشتري الجرعة، قسم من الجرعة مشترى وقسم متوفر هون. إيه هلق عملوا لي تحاليل وبدهم يحيلوني على تركيا، ما بيقولوا الباب مسكر، ما بعرف، بدهم يحيلوني على الليزر.
ما في أجهزة ليزر. الجهاز الإشعاعي. الجهاز الإشعاعي ما فيها. إيه وهذا يعني خلصت أنا دواء كيميائي هلا. وبدي دخول على تركيا مشان هذا الجهاز. إيه وإن شاء الله خير، عم نسمع إنه إن شاء الله بدهم يفتحوا الباب. طيب شو بتحب تقول هلا؟ يعني هو هاي الحملة اللي عم تصير هلا صارت حملة وكل الناس عم تحكي منشان يفتح الطريق لهدول الأشخاص بين ما ربنا يفرج علينا ويسرع لنا مشفى. شو بتقول للأشخاص اللي مانعين عنك أو ما عم تقدر توصل للمكان اللي تعالج فيه؟ والله أنا يعني بنشد كل من بيحسن يعني يفيد هؤلاء الناس. يعني أنا شخص ما أنا بشكل شيء، بس في آلاف الناس هون موجودة بدها دخول على تركيا مشان هاي الأجهزة اللي ما هي موجودة عنا، مشان هاي الأدوية. في جراح حقها 2400 دولار، في جراح حقها 800 دولار مثلا. أنا مين قادر أدفع حق جراح 200 دولار مثلا؟ حتى يقول لك 2003. أي والله جوري 2400 دولار هاي لعطخت جنبي أبشتري. وأنا هلا خلصت علاج كيميائي، وفي مثل آلاف خلص وبدهم معالجي على أشعة الليزر وما في عنا أجهزة. فأنا بنشد كل إنسان بيحسي أو في موقع مسؤولية يأمن هالجهاز أو يدخلنا على تركيا لا يقصر، لأنه كل إنسان معرض لهالمرض، ما في إنسان معصوم. هاي الكلمة كتير عظيمة. أيه. لأنه هلأ اللي قادر يساعد وما نوع مساعد سواء كان بدخولكم أو بتوفير الأجهزة ممكن ربنا يبتلي بنفس المرض. أنا كان عندي 800 مريض كنت ساعده. كنت ببنك الدم ما هيك؟ كنت مدير بنك الدم، كان عندي 800 مريض تلاسيميا، أنقل لهم دم وأمل لهم دم وأمل لهم دواء الإكسجات والدسفيرال. إيه الحمد لله. أنا هلق كمان بحاجة لمين يساعد. كنت عم تعالج صرت مكان المريض. بالضبط. فسبحان الله كل إنسان معرفة. أنت ساعدت كتير وأنا بتذكر أنك ساعدت كتير، فربنا راح يهيئ لك اللي بدي يساعدك إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. إن شاء الله تطلع منها هيك قوي إن شاء الله. يعني ما هو السنة، أنا بريد أنه الله يهيئ للكل ما هو السنة. يعني قلت لك أنا شخص من آلاف الناس المصابين في هالمحرر، وما بنعرف يعني ليش هالقد عدد هالإصابات، ايش السبب؟ يعني عدد إصابات هائل جدا في هالمنطقة المحررة، يعني في أكثر من 3500 مريض. أنا على الصدق أنا عم بحكيها، في أكثر من 3500 إصابة. فأسأل الله سبحانه وتعالى عمي أبو شامن، رغم الوجع اللي عم تعيشه والمرض والحالة، عم تفكر بغيرك لسه؟ أكيد أكيد، لأنه أنا يعني الله مفضلني عن كتير من عباده، يعني بجوز مرضي أقل خفية. قلت لك أنا جرعتي 250 دولار إذا بدي أشتريها كلها، ما بينما جوري بده 2400 دولار كل 20 يوم، في الأخ التاني بده 1800 دولار. اللي بيشوفه مصيبة غيره بتهون عليه مصيبة. أكيد. وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يعني بيدخل الرحمة في قلوب المسؤولين، يهيئوا لنا الأجهزة أو يدخلونا على تركيا أو يلاقوا حل. وأنتم مشكورين كتير اللي عم تقوموا في طاعته. بالعكس بالعكس، هذا أقل واجب. الله الله يكون بعونكم ويشفيكم ويعافيكم إن شاء الله. وخيوم إحنا مكملين معكم حتى يا أما تدخلوا لتركيا للعلاج يا أما يتوفر شيء. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. الله يقدركم. آمين يا رب. وعليكم العافية. عليك العافية عمي أبو شامل. الله يشافيك ويعافيك وهيك يردنا على كفر من إن شاء الله. آمين يا رب.